السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نقدم لكم أحبتي الكسكسي، الطعام الخشين، حبات التكورتية الأصيلة. فوالا اليوم درتهم ماشي كيما موالفان، درتهم في واحد الفيديو مش كيما هادو. كل مرة نشوفوا حاجة نزيدوها لهم نقصوها لها هكذا. فوالا اليوم عندنا هذيك البطاطا اللي درتها، دوك تشوفوهم في في البريباراسيون. هلا خليك حبات فرقعين هايلين. هلا هاكو دوكو شويه، بسم الله. يلا دوك بنان، دوكتهم على الملح قبيله، زدت لهم شويه ملح. شربوهم بهذه الطريقه هيا. المقادير تاع المفور نتاعنا، عندنا البصل الخضر، دوكا وقته نحي لي بو هادو، نحي هاد الخضره وحدها، نقسمها هنا الخضره وحدها، نقطعها هكذا، قطعتها هكذا. والبيضه هنايا، البيضه هنا. الوغ هادي دوك ندير لها لي زيبيس، وهذه نفورها هي الاولى. فوالا نفورها هي الاولى، باش تبقى لي خضرا، خاطش كديروها في لاصوص تمرار شويه تعود مره. هلا ندير الكسكس. بسم الله. نديرها تفور ونخليها، نوجد الطعام، نغسلو الطعام خشين. الطعام خشين هدايا هو اللي نديروه في ولا السفه السوافه والمفوره، فواره في الكراره، وحنا نقولو الحبات. هادو هما الحبات، كان نغسلهم خاطر مفتولين في الدار، ونخليهم يقطروا ويشربوا شويه ما قلت انا، بعد نعاود نفورهم زوج خطرات. هاديك البصل نتاعنا زدت له شويه بصل يابس باش يجي عنده، خاطر البصل هذا تاع الدرك الخضر شويه خفيف، ماشي كيما الاخر فيه لا كونسيستانت الكونسيستانس. الوغ عندي شويه شحمه كوم دابيتود، مانيش مربيتها هاد المره، دايره الفلفل قطعته هكذا، فوالا بيمون فيغ، وعندي الطوماطيش مقطعه اوندي، دركا نربي شويه توم، وعندي لي زانغريديون هادو لي زيبيس، عندي التفاح راس الحانوت يعني، وعندي السكنجبير، وعندي الفلفل اكري، موش فلفل حمار برك هكاك اكري، وعندي الملح ديرهم هنا، وعندي هنايا ما ننساوش شويه دبشه ديروها هنايا تطيب معاها بعد باش تجي بنينه. الوغ شويه شحمه بحال هكا، اللي ماشي الشحمه ما يديرش، لي بلات تراديسيونيل فيهم الشحمه بارتو، الشرق الغرب الجنوب حتى الجنوب فرنسا، وهما في الشحمه يديروها، واللي ما يقدرش سي فلا با باسكو ما تبانش، كون نعطيك الضوء ما تبان لا والو. الو عندي شويه فلفله مدقوقه دابيتود، انا هادي دير حاله هاد شويه. الو حطها بالزيت بيان سور، زيت تبغي الزيت هي ديروا لها برك. وعندي طماطيش المصبرة، بسم الله، شوية زيادة باش تجي بنينة باه. وهنا نلوحلها زوج تمرات ولا ثلاثة ولا تمرة واحدة برك ما يقدرش السكر، باش نقص ديك لاسيديتي تقطعها، نحي لاسيديتي هذه تاع الحموضية تاع هاد الآخر نحيها، ديما ندير مغرفة سكر مقبلتوش.
حبيبه قالت لك الماشينه مينا بادا قالت لك الماشينه تقول هي تقطع يعني هكا. المهم انا نشي نضحك وانا ديما حطها فوق العافيه. قلت انا عافيه والعفو انا عافيه مهيله. الوغ غادي نخليها دركا تيك تيك يا حبيبه وراني دايره هنايا. اليوم ما عنديش الزروديه، نتوما ديروا عندكم ديروا فوروها كان بغيتوا ولا دخلوها هكا ربوها ديروها هنايا في هذا الاخر. هنا دايره البصله، البصله الخضراء، ودايره شويه كرم كرومبيط صحي ويجي في هذا الوقت. امي بكري ربي يرحمها تقول لي ديري الحوايج الفول كيما دركا كيما يجي الفول وداك كيعود وقته ديروا الفول فيها قطعوه وديروه يفور وخلطوه معاها صحي. اولا ما تقولوليش لي برادر تراديسيونال بكري ما عندهمش مساكين، بكري ما عندهمش البطاطا حتى يديروها فوق داك، عطوها غير شويه بصله حتى شويه زيت ما عندهمش. مالا باش نقول لكم بكري كي تحكي لي امي بكري في زاني حسره جدودهم وكانت تقول لي والله كانوا بكري يرحوا ال الدقله بيضة. من يريح الدقله بيضة دركا وياكل؟ شكون؟ حتى واحد. وانا هنا ما نقدرولهاش وهما ما عندهمش. وفي الشمال البلوط كي كانت فرنسا بكري والفقر والذاك كانوا ياكلوا في البلوط وياكلوا منين درك. وبكري يقول لك صحيين على صحه لا واش على خاطر الماكله ماهمش ياكلوا ياسر، ماهمش ياكلوا ياسر. واللي ما ياكلش ياسر صوم وتصح ويقول رب العالمين. هذه هي كي تشوف روحك انت يا كي تليت ياسر احنا ناكلوا الحمد لله ونبي نعمه ربي كافى حدث ناكلوا. وكي نشوف انا روحي مانيش بيان بعد كرشي ماهيش مليحه ولا معده مش مليحه نصوم دين ودنيا ودين. لا 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 صوم وتصح. درك نحي هاد الدرس، درك نحي هاد البصله والكرومبيط حطوا بجهه ونحط في فرن الطعام. هاني غسلته من العين، غسلته بيان وخليته يقطر. درك نديرو الكسكاس يفور فورتين باسكو نفور المره الاولى خاطر في ميزون هذا ماهوش هذا هو. درك تهبط شويه البصله هذه والحلا الطماطيش وهذا هو وقيله هي هذا هو. يعني نحيك الكسكاس سومو بشويه ماء بسم الله سومو ندير له الملح خليه ينشف شويه وندير له التفويره التاليه وخلاص. هنا عندنا المرقه نتاعنا لاصوص ما نديرهاش. الوغ شوفوا هذا درت له لا ما لا والو، هاني درت له الثوم ودرت لها ثلاث تمرات نحيت لهم الالف ودرتهم هنايا. اللي ما يبغيش باسكو البودكاست راه سيديتي هذيك تاع الطوماطيش كونسونطري حامض ياسر. الوغ باش نكسروها وصحي التمر ديروها. انا دايره ندير شويه سكر دركا درت الكريم. امي تقول لي روحي التمره خير من السكر تفكرتها. فوالا ديما العبد الكبير يعرف الودن ما تشرفش كيما يقولوا. ساعة تفكر حاجة نتاع عمي نتي ربي يرحمها. الو عندي هنايا الحيت هنايا التوم شوفوا شو ما درتوش الماء في لاصوص. هاد القطرة نتاع الماء هيا كشتوها قد واش نديرها هنايا شللت على التوم بركي الحيتة. هادي واني درت هنايا بطاطا درك غليتهم درك باش نديكوري بيهم. كاين اللي يحب ما يحبش العمودة تاع دركا قاعد قلت انا نسوطيهم نديرهم شويه ندير لهم شويه زيت ون على غليتهم ندير لهم شويه زيت ون في المقله ون نقلب نروح نديهم ونجيب محمرهم شويه ون نديكوري بهم ال الصحن نتاعنا يا حبيبي. الحبات حبات باء حبات حارين وحامضين ينحوا الزعاف ينحوا البرد القديم. يلا في صحن التقديم مالا قابلوا باذن الله. نحمر في البطاطات هنا نديروا الديكور الطعام وجد
بسم الله على بركة الله. ألوغ هاديك الصوص نتاعنا لي جاتو تمرة دبر راسو فوالا الصوص هادي، وعندي البصلة الخضراء هيك سلطنا داك فوالا هاديك نحل منها والله ديروها كب هو ودركا نخلطو الكبشة شوية ولا قطرة زيت، واللي عنده الدهان ولا زبدة يدير، بس أنا نبغي الزيت تولي فيها الشكل ياسر ولا الزيت. فوالا خلطة بيا تفحفح يلا سمكم في الجنة. اللي ما يعرفوا ليش جربوها جربوها هايلة. نحن هاد الكرون نديرهم هنا، هادو فورتهم في الكسكاس مع الطعام ورا التالية، نديرهم لداخل باش يجو طريين. قبلوا صحن التقديم يلا عدنا والعود احمد هاوليك الصحن تاعنا. هذه هي الحبات ولا مفور ولا مفوره ولا فواره في القراره. الوغ يلا نص القراره عمتي يلا ديريها كيما انا هذه كان جيت ثاني نديرها لكم على طريقتي انتم هاكم ثاني تعرفوا تطيبوا طعم طيب عليك. يلا كتروا لي لايك من فضلكم، راني قريب نوصل. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.